بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. ثم أما بعد، إن شاء الله عز وجل اليوم بدنا ناخد أقسام الأنيميا. حنبلش بالمايكروسيتيك أنيميا. بداية المين، بس بدي أحط القلم. المين سيليولار أو المين كورباسكولار فوليوم النورمال من 80 لـ 100، أقل من 100 بسميها الخلية صغيرة، مايكروسيتيك أنيميا. هالحين الريد بلد سيل جواتها هيموغلوبين، تقريبا تلت الريد بلد سيل هيموغلوبين تقريبا. الهيموغلوبين بتكون من هيم وجلوبين. الجلوبين عبارة عن بروتين، مجموعة من أمينو أسيد أمينو أسيد أمينو أسيد، بيعطيني إيه؟ بروتين الجلوبين. لكن الهيم يحتوي على البروتو بورفيرين والآيرون. فخلل في البروتو بورفيرين أو خلل في الآيرون، إذا عندي خلل في الهيم، إذا مش راح يتصنع الهيموغلوبين. تمام؟ The most common cause للمايكروسيتيك أنيميا أربع شغلات لازم نحفظهم: الآيرون ديفيشينسي والثلاسيميا والسيدروبلاستيك أنيميا والليد بويزنج، أو ممكن خمس نخليهم الأنيميا أوف كرونيك ديسيز، لأنه الأنيميا أوف كرونيك ديسيز حقيقة ممكن تعمل نورموسيتيك أنيميا وممكن تعمل مايكروسيتيك أنيميا. الآن معظم المايكروسيتيك أنيميا بيكون عندي خلل في الإنتاج، فالريتيكولوسايت بيكون لو ما عدا في الثلاسيميا، ما عدا في الثلاسيميا. الآن المايكروسيتيك أنيميا في الغالب خلل في الإنتاج أو خلل في البرودكشن، وبالتالي لو ريتيكولوسايت ما عدا زي ما قلنا في الثلاسيميا. في التلاسيميا بتلاقي إليفيتد في الريتيكولوسايت. الآن كل المايكروسيتيك أنيميا عبارة عن هايبو إكروميك. ليش؟ لأنه بيكون أنا عندي خلل في صناعة الهيموغلوبين، ما هو مين اللي بيعطي الصبغة أو اللون أو الكروميا؟ اللي هو يا أخوانا الهيموغلوبين. فنقصان الهيموغلوبين في المايكروسيتيك أنيميا يؤدي إلى هايبوكروميك. وكل المايكروسيتيك في إلها تارجت سيل. إيش يعني تارجت سيل؟ يا أخوانا لو هذه خلية الريد بلد سيل، الأصل في النص يكون فراغ. طبعا يا أخوانا الماتيور ريد بلد سيل فيش نيوكلياس، فالأصل في النص يكون إيش؟ فراغ. لكن هدول في النص بيكون أنا عندي إيش ملون، فبسميها تارجت سيل. إيش معنى التارجت سيل؟ معنى التارجت سيل خلية الريد بلد سيل في النص، في أنا عندي نقطة أو في أنا عندي لون، فهذه اللي بسميها تارجت سيل. طب كيف يا أخواننا؟ طبعا كيف بدي اميز بين المايكروسيتيك انيميا؟ اذا قلنا في البلد فيلم
حنلاقي نفس الاشي، يعني حنلاقي هايبوكروميك وتارجت سيل. بدنا نميز بيناتهم بالشغلات اللي حنقولهم هلقيتي ان شاء الله عز وجل، مش فقط في البلاد فيلم، لانه بتشابهوا نوعا ما في البلاد فيلم. في الايرون ديفيشينسي انيميا بيكون انا عندي انيميا، يعني نقصان في صناعه الريد بلاد سيل نتيجه، وكمان بيكون انا عندي مايكروسيتيك انيميا. الموست كومون تايب اوف انيميا بشكل عام الايرون ديفيشينسي انيميا، اكثر من ثلث البوبيو او خمسه واكثر من 25% من الناس عندهم ايرون ديفيشينسي انيميا، خاصه الفيميل عندهم ايرون ديفيشينسي انيميا. اشهر نيوتريشنال ديفيشينسي على مستوى العالم الايرون ديفيشينسي، اكثر من ثلث البوبوليشن او ثلث العالم عندهم ايرون ديفيشينسي ايرون. طبعا يا اخوانا مش كل واحد عنده ايرون ديفيشينسي راح يكون عنده انيميا، تمام. معظم الايرون ديفيشينسي نتيجه مثلا بليدنج، خاصه في الجي اي والمنستريشن عند الفيميل، تمام. الحديد بيكون موجود في الشغلات اللي فيها هيم في الاكل زي اللحمه، وبيكون موجود في نون اورجانيك زي الخضروات، لكن انت بتستفيد من الحديد اللي بيكون موجود في اللحمه اكتر من استفادتك من الحديد اللي بيكون موجود في الخضروات. يعني الحديد اللي بيكون اورجانيك، يعني الحديد اللي بيكون موجود في الهيم او في اللحمه. طبعا امتصاص الحديد يا اخوانا زي ما انتم عارفين في البروكسيمال بارت اوف الجي اي، يعني في الديودينيوم، في الديودينيوم يتم امتصاص الحديد. طبعا في انا عندي في الديودينيوم في السلم برين تبع الإبيثيليال تبع الديودينيوم، في انا عندي الفيرو بورتين، هذا هو الترانسبورت اللي راح يمتص يا اخواننا المحترمين الحديد. راح يمتص الحديد من الجي اي ويوديه على الليفر، ومن الليفر يروح على البون مارو او يروح على البلاد. طب مين اللي بده ينقل الحديد عبر البلاد، سواء يوديه على الليفر او على الماكروفيش تبعت البون مارو؟ اللي هو الترانسفيرين. فالترانسفيرين هي السيارة او العربية اللي بتنقل الحديد. الحديد برضو بتخزن في داخل الخلايا على شكل فيريتين، خاصة في الليفر والعضلات، في الليفر والعضلات بتخزن على شكل فيريتين، لانه يا اخوانا الحديد لو كان موجود بكميات كبيرة على شكل فري راح يعمل لي الهيموسيدرين والهيموكروماتوسيس، لانه الحديد عبارة عن فري راديكال، فممكن يعمل لي اوكسيديشن للهيموغلوبين. انت بتحتاج حديد كميل في اليوم من 1 إلى 2 ميلي جرام، لكن المنستريشن ويمن، يعني المرأة اللي بتجيها البيريود بتحتاج حديد أكتر شوية من 2 إلى 3 ميلي جرام. طب المرأة الحامل البريجنانت بدها حديد للدم تبعها، وبدها حديد للدم الجنين، فبدها الضعف، يعني بدها 6 ميلي جرام. 6 ميلي جرام الديودينيا بيقدر يعمل أبزوربشن لأربع ميلي جرام. يعني انت لما بتاكل قطعة لحمة، هذه القطعة لحمة اعتبر فيها جرام كامل حديد، يعني 1000 ميلي جرام هذه القطعة اللحمة الصغيرة، تمام. انت بقديش بتقدر تعمل ابزوربشن؟ فقط لأربع ميلي جرام، والباقي بنزل في الستول، ما بتعمل له ايش، ما بتعمل له ابزوربشن، تمام. طيب لو الواحد مثلا عنده اوكولت بلاد ستول، عنده يا اخواننا مثلا دائما بيخسر بلاد في الستول نتيجه مثلا بيبتك ألسر، نتيجه مثلا كانسر كولون كانسر، فبيخسر كل يوم شوي بلاد. عارفين قديش؟ 5 ملليلتر. عارفين ايش يعني 5 ملليلتر؟ يعني تقريبا ملعقه صغيره. لو هذا الشخص بيخسر فقط ملعقه صغيره
من البلد في الستول مع الوقت بعد سنتين ثلاث أربع خمس سنوات بيصير عنده ايرون ديفيشينسي أنيميا. بل إنه بدي أقول لك شغلة، لو رجل كبير في السن عنده ايرون ديفيشينسي أنيميا بخطر في بالك دغري الكولون كانسر، ودغري بخطر في بالك الكانسرات، فبدك تعمل غصب عنك كولونوسكوبي. تمام. الآن نيجي على الأنيميا of chronic disease. يا أخوانا بدي أقول لكم إحنا في طبيعي في الشرح بنشرح بشكل مفصل بشكل تبسيط إن شاء الله، لكن لما نروح على اليو وورد بنفهم كل كلمة إحنا إيش قلناها وكذا، وبتفهم أكتر وبتلاقي معلومات أكتر. يعني إن شاء الله عز وجل حنحل بإذن الله يو وورد، فلما نحل اليو وورد اليو اس ام اي حتلاقي الأمور أوضح وأفضل وأحسن إن شاء الله، وتفهم كيف الأسئلة بيجوا، وإن شاء الله حتكون الأمور أفضل. الأنيميا of chronic disease يا اخوانا، الكرونيك ديزيز يعني كرونيك انفلاميشن. الانفلاميشن بيزود من الهيبسيدين، ارتفاع الهيبسيدين بيعمل ديكريز للابزوربشن للحديد، معروف ارتفاع الهيبسيدين بيقلل من الابزوربشن من الحديد، فبيعمل لما يقلل من الابزوربشن من الحديد فبيعمل ايرون ديفيشينسي انيميا، او بنسميها انيميا اوف كرونيك، انيميا اوف كرونيك disease. غير كده يا اخوانا برضو الهيبسيدين حتى الحديد يعني هو بيقلل من الابزوربشن تبع الحديد، وكمان الحديد اللي بيكون موجود في الليفر او اللي بيكون موجود في الماكروفاج بيمنعه يطلع. ما هو الحديد بيكون موجود في الليفر او الماكروفاج بده يروح على البون مارو عشان يصنع ريد بلاد سيل، لكن الهيبسيدين بيمنعه يطلع فبيمنعه يصنع الريد بلاد سيل. الانيميا اوف كرونيك ديزيز، كرونيك انفلاميشن، كرونيك انفكشن، كرونيك كانسر، هدول انفلاميشن انفكشن كانسر، ما هو كل هدول يؤدي الى انفلاميشن. اذا الهيبسيدين بيخل يعني هلقيت يا اخواننا طلعوا علي، لو واحد عنده حديد وهذا الحديد موجود في المخازن، الأصل لما أنا أحتاج الحديد أطلعه من المخازن، لكن لما أنت تقفل المخازن بقفل وما تطلعش الحديد إذا كأنه أنت ما عندكاش حديد، حتى لو عندك حديد في المخازن أنت مش مستفيد منه. فالهيبسيدين بيعمل ترابينج، بيعمل سيكوستريشن للحديد في المخازن. طب وين مخازن الحديد؟ الماكروفيج والريتيكولو اندوثيليال سيستم. تمام. طيب هل جيت نيجي على السيدروبلاستيك أنيميا؟ السيدروبلاستيك أنيميا هذا بيكون أنا عندي خلل في صناعة الهيم مش من الحديد إنما من البروتو بور فيرين سينثيسيس. هاجي تطلع علي كيف بتصنع الحديد في الميتوكاندريا؟ كيف بتصنع الهيم في الميتوكاندريا؟ في أنا عندي الجلايسين والساكسين الكو اي بيتجمعوا مع بعض عن طريق ال اي A S enzyme أو حتى A L A enzyme A L A S enzyme. هذا إيش هو الإنزيم؟ الأمينو ليفيولينيك أسيد سينثيز. هذا الإنزيم بربط الجلايسين مع الساكسين الكو A وبيحولهم إلى A L A اللي هو الأمينو ليفيولينيك أسيد بوجود الفيتامين B6. يعني بعض الأشخاص بيكون عنده خلل في هذا الإنزيم. يا إخوانا في أنت بتضلك ماشي زي كده زي كده زي كده عشان تصنع الهيم، عشان تصنع الهيم أهم خطوة في تصنيع الهيم هو أول خطوة. فأهم إنزيم عشان يصنع الهيم هو أول إنزيم، هو أول إنزيم. تمام. الأمينو ليفيولينيك أسيد سينثيز هو الريت ليميتنج ستيب، هو أهم خطوة في تصنيع الهيم. هو بيعمل الجلايسين مع الساكسين الكو اي في وجود الفيتامين بي 6 بيعطوني الأمينو ليفيولينيك أسيد.
الامينو ليفيولينيك اسيد بتحول الى البورفوبيلينوجين. البورفوبيلينوجين يعني الامينو ليفيولينيك اسيد، وعن طريق الامينو ليفيولينيك اسيد دي هيدروجينيز بده يعطيني بورفوبيلينوجين. البورفوبيلينوجين وعن طريق الدي امينيز بده يتحول الى هيدروكسي مثل بيلان، والهيدروكسي بده يتحول في نهاية المطاف بده يعطيني يا اخواننا البروتوبورفيرين. البروتوبورفيرين مع الحديد بده يعطوني الهيم. البروتوبورفيرين مع الحديد بده يعطوني الهيم عن طريق انزيم بنسميه فيروكيلاتيز، يعني اللي بده يربط الفرس بالبروتوبورفيرين فيروكيلاتيز. الآن الليد بويوزينج التسمم بالرصاص بيعمل انهيبيشن لهذا الانزيم، وبالتالي رح يمنع الحديد يرتبط في البروتوبورفيرين، وبالتالي بيمنع تكون الهيم. برضو يا اخواننا احنا قلنا الامينو ليفيولينيك اسيد بتحول الى بورفوبيلينوجين عن طريق امينو ليفيولينيك اسيد دي هيدروجينيز. برضو الرصاص بيعمل انهيبيشن للامينو ليفيولينيك اسيد دي هيدروجينيز. الان يا اخواننا طب ايش قصة، يعني عرفنا الرصاص كيف بيعمل انيميا عن طريق بيعمل انهيبيشن للامينو ليفيولينيك اسيد دي هيدروجينيز وانهيبيشن للفيروكيلاتيز، وبالتالي انهيبيشن لصناعه الحديد الهيم. لكن بعض طب ايش يعني سيدروبلاستيك، سيدروبلاستيك انيميا؟ السيدروبلاستيك انيميا انه خلل في اول خطوه. ايش هي الاول خطوه؟ انه الجلايسين مع السكسين الكو اي بدهم يعطوني امينو ليفيولينيك اسيد، فانا بضرب اول خطوه. طب كيف؟ بعض الاشخاص بيكون عندهم اكس لينك ريسيسيف ميوتيشن في هذا الانزيم في الامينو ليفيولينيك اسيد سينثيز، هذا الانزيم بيكون عندهم ميوتيشن فبيصير عندهم سيدروبلاستيك انيميا، او هذا الانزيم عشان يشتغل بده فيتامين بي 6، فلما الواحد بيكون ديفيشينسي في فيتامين بي 6 اذا مش راح يشتغل الامينو ليفيولينيك اسيد سينثيز، وبالتالي انت ضربت اول ايش خطوه. اذا نيجي على السيدروبلاستيك انيميا ديفكت في صناعه البروتوبورفيرين. اذا انت ما صنعتش البروتوبورفيرين، اذا الحديد مش راح يرتبط في البروتوبورفيرين، فالحديد بيضلوا يتراكم، فبتلاقي الحديد مرتفع. فالسيدروبلاستيك انيميا هي الوحيده من المايكروسيتيك انيميا اللي بتلاقي الحديد مرتفع. السيدروبلاستيك انيميا بتلاقي الحديد مرتفع لانك ما استخدمتش الحديد، لانك ما ربطتش الحديد في البروتوبورفيرين. تمام. طيب الحديد وين كان موجود؟ لو انت تيجي تلاحظ اخر خطوه بتصير في الميتوكوندريا، فالحديد حيكون وين موجود؟ في الميتوكوندريا، فالحديد بضل يتجمع في الميتوكوندريا فبصير ايرون ليدند ميتوكوندريال. هذا الحديد بضل يتجمع في الميتوكوندريا فبيعمل لي زي خاتم بسموه رينج سيدروبلاست، يعني خاتم في خلايا السيدروبلاست. طب ليش سموها سيدروبلاستيك انيميا؟ يعني ليش سموها بلاستيك؟ سيدرو عرفنا عشان الرينج، عشان الخاتم، سيدرو عشان الخاتم، عرفنا انه الخاتم انه الحديد بيتجمع في الميتوكوندريا فبيعمل شكل الخاتم، عرفنا. طب ليش سموها بلاست؟ لانه يا اخواننا ما بيصير ماتيوريشن للريد بلاد سيل، فالريد بلاد سيل بتضلها اماتيور بتضلها بلاست. طب ليش ما بيصير ماتيوريشن؟ لانك ما صنعتش هيم. فالسيدروبلاستيك انيميا اما كونجينيتال واما اكوايرد. كونجينيتال وهو الموست كومون طبعا. ليش؟ لانه الواحد نادر يصير عنده ديفيشينسي في فيتامين بي 6. المهم الكونجينيتال اللي هو ال
الامينو ليفيولينيك اسيد سينثيز ديفيشينسي. طب الاكوايرد، الاكوايرد الالكحوليزم، الليد بويزنج والفيتامين بي 12 ديفيشينسي. الليد بويزنج بيعمل بطريقتين، بيعمل انهيبيشن للامينو ليفيولينيك اسيد دي هيدروجينيز، وبيعمل انهيبيشن للفيروكيلاتيز، فبيعمل سيدروبلاستيك انيميا. تمام. الفيتامين بي 6 ديفيشينسي هذا بشوفه يا اخواننا في الاشخاص اللي بياخذوا الايزونيازايد، في الاشخاص اللي بتعالجوا للتيوبركولوسيس وبياخذوا الايزونيازايد بيعملوا فيتامين بي 6 ديفيشينسي. الوحيد من المايكروسيتيك انيميا اللي بلاقي الايرون مرتفع هو السيدروبلاستيك، هو السيدروبلاستيك. حتى تطلعوا يا اخواننا شايفين كيف اللي طبعا يا اخواننا انا بتطلع على الحديد بلاقيه كتير عن طريق البروسين بلو، كل اللي باللون الازرق هذا يا اخواننا حديد، كل اللي باللون الازرق حديد. طيب نيجي على الليد بويزنج، برضو ديكريز في صناعة البروتوبورفيرين وديكريز في صناعة الهيم. الليد بويزنج بسموه البلامبزم يعني التسمم بالرصاص، وهو بشوفه في البيدياتر كتير. ليش؟ لأنه لو واحد أبوه بيشتغل في الدهان في البين، فبيجي الطفل الصغير بياكل جزء من هذا الدهان، بتلاقي الدهان موجود في مكان معين، فبيجي موجود في جردل، موجود في اي شيء، في كاسة، في كذا، فبيجي الطفل الصغير بياكل من هذا الدهان فبصير عنده ليد بويزنج. او يا اخواننا في الاشخاص اللي بيشتغلوا في البطاريات، لانه البطاريات فيها برضو ليد، يعني الاشخاص اللي بيشتغلوا في الدهان والاشخاص اللي بيشتغلوا في البطاريات، او برضو يا اخواننا الاشخاص اللي بيشتغلوا في الانابيب، في البايبينج في الانابيب، او يا اخواننا الاشخاص اللي بيجددوا البيوت. تجديد البيوت يعني بيجددوا الدهان، فبتلاقي بيقشر الدهان وبحط دهان جديد، فلما يقشر الدهان بتنفس هذا الدهان فبصير عنده ليد بويوزنج. لكن انا حقيقه بشوف الليد بويوزنج في الدهان في الاطفال، يعني الطفل اللي ابوه بيشتغل في الدهان. الليد بويوزنج مختصره بكلمه ليد، الال يعني بلاقي اللاين، بلاقي خطوط في الكونجكتايفا، في الجنجيفا بلاقي اللاين في الجنجايفا. طيب اذا بلاقي اللاين موجود في الجنجايفا بسميها بورتون لاين، وموجود في اللونج بون، في الميتافيز في اللونج بون، بشوفها في الاكس راي في الميتافيز في اللونج بون برضه. طب الاي انسيفالوباثي، وكمان بلاقي اريثروسايت بيزوفيليك ستيبلينج، وهذه مهمه جدا، بيزوفيليك ستيبلينج في الليد بويزنج بيزو، وهيك بنميز بين السيدروبلاستيك انيميا وبين الليد بويزنج، بلاقي ايش؟ بيزوفيليك ستيبلينج. وبرضه الاي بلاقي ابدومينال بين، وبلاقي انيميا سيدروبلاستيك نوعها، نوع الانيميا سيدروبلاستيك. ما هو يا اخوانا ممكن السيدروبلاستيك انيميا تكون كواير بواسطه الليد او فيتامين بي 6 او تكون كونجينيتال. طب كيف بدي اعرف السيدروبلاستيك اللي ناتجه من الليد بويزنج؟ بلاقي اريثروسايت بيزوفيليك ستيبلينج. الدي دروب للريست وللرجل للفوت. اهم شيء تقول لي في البريفرال بلاد سمير بلاقي اريثروسايت بيزوفيليك ستيبلينج. طبعا من وين اجت البيزوفيليك يا اخواننا؟ الليد الرصاص بيدمر الرايبوزوم، ف
فبيخلي الرايبوزوم يتجمع مع بعض. وانتوا عارفين الرايبوزوم عبارة عن بيزوفيلك. الرايبوزوم طبعا ما هو ليش الرصاص هل يطلع علي الرايبوزوم؟ ما هو يا اخوانا انتوا عارفين ال RRNA هو الرايبوزوم، وال RRNA ما هو الرايبوزومال. ال R ال RRNA بسميها الرايبوزومال RNA، الرايبوزومال RNA. هذا الرصاص بيعمل inhibition للديجراديشن للرايبوزوم ال RNA، فبتجمع الرايبوزوم او الرايبوزوم ال RNA بتجمع لانه ما بيصير له ديجراديشن، لانه الرصاص بيعمل انهيبيشن للديجراديشن فبتجمع، وهو بيعطيني البيزوفيلك لانه هو اصلا بيزوفيلك. يا اخوانا بيجي لك في السؤال طفل صغير عنده abdominal pain، عنده vomiting، بصيح في الليل، lost of appetite، ما بينامش في الليل، بيضلوا يصيح، مش قادر يروح على المدرسة، بطل قادر يؤدي واجبات المدرسة، تمام، بطل قادر يحفظ كويس كده، فهذا ممكن يكون ليد بويزنج، خاصة لو أبوه بيشتغل في الدهان، لأنه ليد بويزنج بيأثر على البرين برضو يا أخوانا، بيأثر على البرين وبيأثر على البيهيفيور وبيأثر على الليرنينج. تمام. يا أخوانا بدي أقول لكم شغلة، في الأطفال اللي عندهم هاي ريسك يصير عندهم ليد بويزنج لازم تعمل يا اخوانا سكرينينج لهم. يعني الطفل لما الابو يلاحظ انه ابنه عنده خلل في الكوجنيتيف، في الليرنينج، في البيهيفيور، تمام، لكن ممكن يعني المريض يكون اسيمتوماتيك. ايش يعني اسيمتوماتيك؟ ما عنده abdominal pain، ما عنده loss of the appetite، ما عنده vomiting، ما بصحاش في الليل من الوجع، تمام، asymptomatic. إنما بس حفظه قليل، تصرفاته تغيرت، تمام، خلل في الكوجنيتيف. فلما الأب يلاحظ هدول الشغلات لازم يوديه على الدكتور. لما بيوديه على الدكتور بيقول للأبو أنت إيش بتشتغل؟ بيقول له مثلا أنا في الدهان، فلازم يفحص الليد. The best initial test انه تفحص مستوى الليد في الفين، تفحص مستوى الليد يا اخوانا ايش في الفين، تمام. الليد بيصير له accumulation في الهير، في التيث، في البون، بس انه انت تفحص الليد في الهير، في التيث، في البون، في اليورين is not recommended. اذا انت تفحص الليد في هدول الشغلات it's not recommended، مع انه الليد بتراكم في هدول الشغلات. طب ايش اللي recommended؟ تفحص الليد، طلع علي the best initial test، تفحص الليد في الكابيلاري blood vessel. قلت اخوانا انه انت تاخد خزعة من الفينجر، قلت مش عارف كيف، اذا انتوا عارفينها في بيكون يا اخوانا زي الابره بتخزق الفينجر، اشي بسيط جدا جدا، فبيطلع دم، زي فحص السكر. لو انتم بتعرفوا في الصفحه فحص السكر زي فحص السكر تماما، بس بدل ما بفحص السكر بفحص الليد. هذا البيست انيشال تيست. لكن الموست اكوريت تيست تاخذ عينه من الفين، تفحص الليد في الفين. يعني انت البيست انيشال تفحص الليد من الفينجر ستيك، لكن الموست اكوريت تفحص الليد وين؟ من الفين. اذا اعيد، البيست انيشال زي فحص السكر، تاخذ عينه من فينجر ستيك، لكن الموست اكوريت زي ما قلنا من الفين، تمام. طب علاج الليد بويزنج، اما بالكيليتينج، يعني انت تاخذ الليد وتنزله في الستول او في اليورين عن طريق الداي
ميرك الداي مير كابرول الداي مير كابرول و او الساكسيمير او ايش يا اخواننا الساكسيمير. تمام. اذا كان الليد سيفير انتوكسيكيشن بدك تعطي الدايمر كابرول اي في. اذا كان مش سيفير مودريت انتوكسيكيشن يعني الليد من 45 الى اقل من 70 الى اقل من 70 اذا هنا بدك تعطي اورال ساكسيمير. لكن اذا كان اكثر من 70 بدك تعطي الدايمر كابرول. وهي اخواننا الهذا احنا قلنا تمام. طبعا واذا كان الليد مايلد يعني اقل من 45 او اقل من 44 هنا يا اخوانا بدكاش تعطي الساكسيمير انما بدك بس تعمل فولو اب للمريض. يعني بتقول للابو بعد شهر جيب لي ابنك تمام وبتعمل فقط فولو اب للمريض بتقول للابو بعد شهر مثلا جيب لي ابنك افحصه تاني. شايفين يا اخوانا كيف البورتون لاين شايفين كيف اللاين وشايفين كيف الريست دروب وشايفين كيف الاريثروسايت بيزوفيليك ستيبلينج. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نيجي على الثلاسيميا. الثلاسيميا هو نقصان في صناعة الجلوبين تشين في الهيمو جلوبين. لما توا أخذنا سيدروبلاستيك والليد بيوزينج كنا نقول نقصان في صناعة الهيم. لكن في الثلاسيميا نقصان في صناعة الجلوبين. لما الجلوبين بيقل إذا الهيموجلوبين بيقل إذا مايكروسيتيك أنيميا. ما هو يا أخوانا كيف؟ إذا كان تلت حجم الريد بلاد سيل عبارة عن هيموجلوبين. فأنت لما تقلل من صناعة الهيموجلوبين إذا قللت من حجم الريد بلاد سيل. إذا قللت من حجم الريد بلاد سيل. الحين الجلوبين عبارة عن تنتين ألفا وتنتين بيتا. تمام؟ طيب. في أنا عندي ما هو ممكن يكون أنا عندي خلل في البيتا مش قادر أصنع البيتا تشين وهذه بسميها بيتا تلاسيميا وبتكون في الميديترينيان يعني في الشرق الأوسط الميديترينيان اللي عند البحر المتوسط. لكن ممكن مش قادر أصنع الألفا فبيكونوا هدول مشهورين في الساوث إيست إيشيا في الساوث إيست إيشيا. النورمال هيموغلوبين اللي موجود في الجسم الهيموغلوبين تبع الأضلت الاثنين ألفا واثنين بيتا الهيموغلوبين تبع الأضلت لكن بيكون بتركيز قليل بسميه A2 اللي هو الاثنين ألفا واثنين دلتا 2 ألفا و2 دلتا. وفي أنا عندي الهيموغلوبين تبع الفيتاس 2 ألفا و2 جاما. كل هدول يا إخواننا بيكونوا عندك وعندي وعند الكل تمام. بس أكتر واحد أكتر من 90% اللي هو الهيموغلوبين أضلت. نيجي على الألفا تلاسيميا. الآن على كروموسوم 16 طبعا أنا في أنا عندي كروموسوم 16 تبع الأم وكروموسوم 16 تبع الأبو. على كروموسوم 16 في انا عندي 2 جين بصنع الالفا تشين 2 جين. يعني انا على كروموسوم الابو 2 جين وعلى كروموسوم الام 2 جين. الان يعني هذا الجين بيقدر يصنع الالفا تشين وهذا بيقدر يصنع وهذا بيقدر يصنع وهذا بيقدر يصنع تمام. طيب الان لو يعني في انا عندي 4 جين كلهم بيقدروا يصنعوا الالفا تشين. طيب الان لو انا عندي ميوتيشن اف واحد من هدول الجينات فواحد خربان لكن الثلاثه هدول ايش سليمين هل حيظهر اعراض؟ طبعا مش راح يظهر ولا اشي مش راح يظهر يا اخواننا المحترمين ولا اشي والمريض حيكون نورمال 100%.
الريد بلاد سيل نورمال والهيموغلوبين نورمال، لانه الثلاثه هدول بيقدروا يصنعوا الفا تشين بكميات كبيره تكفي حاجه الانسان، تكفي حاجه الانسان. لكن لو شخص عنده اثنين ميوتيشن، اثنين واثنين سليمين، هدول الاثنين بيقدروا يصنعوا الفا تشين تكفي حاجة الإنسان بس أقل من النورمال بشوية، تكفي حاجة الإنسان بس أقل من النورمال بشوية، فالأعراض بتكون مايلد أنيميا. ليش مايلد أنيميا؟ لأنه هدول الاثنين بيقدر يصنعوا ألفا تشين بكميات محترمة، يعني بكميات كويسة، بس مش زي النورمال، أقل من النورمال بشوية. فلما يكون المريض عنده ستريس، عنده إنفكشن، عنده كذا، بتظهر الأنيميا جلية نوعا ما أكتر من في الوضع الطبيعي، تمام. لكن لما يكون عنده يا أخواننا ثلاثة ميوتيشن، هدول وهذا كمان ميوتيشن، ثلاثة ميوتيشن وواحد سليم، هذا الواحد السليم ما بيصنع ألفا تشين تكفي حاجة الإنسان، إنما رح يصنع ألفا تشين بشكل قليل، فرح يكون عنده سيفير أنيميا. سيفير أنيميا هلقيت الجسم البيتا تشين سليمة، فالجسم بضل يصنع بيتا تشين 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 بيتا تشين. الأصل 2 بيتا و2 ألفا، لكن هذا الشخص الألفا عنده قليل، فكل اللي بيصنعوا بيتا، فبلاقي الأربعة تشين عبارة عن بيتا، 2 بيتا و2 بيتا، بدل ما كان في الوضع النورمال 2 بيتا و2 ألفا، صار في إيش؟ 2 بيتا و2 بيتا. فهمنا كيف؟ لأنه الجسم بصنع بيتا والألفا بصنعها قليل كتير كتير، فأصبح الهيموغلوبين السائد بسميه هيموغلوبين أتش. إيش يعني هيموغلوبين أتش؟ هيموغلوبين أتش 4 بيتا، تترمر بيتا، تترمر، تمام؟ فبيكون عنده سيفير أنيميا. طيب لو الواحد عنده ميوتيشن في الأربعة جين، في الأربعة جين بنولد مية الطفل، بنولد مية ومليان مية، فبسميه ليثل إن يوتيرو، بنولد مية وبسميه هايدرو في تالس، هايدرو يعني مليان مية، في تالس الطفل مليان مية. إحنا عارفين يا أخواننا الهيموغلوبين تبع الفيتاس عبارة عن 2 ألفا و 2 ألفا و 2 جاما، لكن هلقيت هذا بيقدر يصنع جاما لكن ما بيقدر يصنع ألفا، فحيكون عنده 2 جاما و 2 جاما، 2 جاما و 2 جاما، بسميها هيموغلوبين بارت. هيموغلوبين إيش يا أخواننا؟ بارت. بس هو بنولد مية الطفل هيدروفيتالس، بس بقدر أفحص الهيموغلوبين بارت، لما بدك تاخد عينة من الطفل بتلاقي بالإلكتروفوريسز هيموغلوبين إيش؟ بارت. خلصنا الألفا تلاسيميا اللي منشوفها في الساوث ييست إيشيا، تمام. نيجي على البيتا تلاسيميا. البيتا جين موجود في كروموسوم 11، هذا كروموسوم 11 من الأبو وهذا كروموسوم 11 من الأم، لكن البيتا جين فقط موجود جين واحد في كروموسوم 11 تبع الأم وجين واحد في كروموسوم 11 تبع الأبو، وبالتالي المجمل 2 جين. هلقيت إخواننا بيصير أنا عندي ميوتيشن في كروموسوم 11 في البيتا، في البيتا جين، فبيعمل لي بيتا ثلاسيميا. هذا بيكون مشهور في الأفريكان والميديترينيان. الميوتيشن من قسمه لثلاث أنواع، أو بديش أقول لنوعين. ممكن الميوتيشن يكون مايلد وبسيط بنسميها بيتا بوزيتيف، أو الميوتيشن، ما هو يا أخواننا الميوتيشن اللي بيكون في الجين
ممكن يغير شوي من الجين فيقلل من وظيفة الجين. فبدل ما الجين كان يصنع مليار بيتا تشين بيصير يصنع نص مليار، فبيصنع هو لكن أقل من النورمال. فالميوتيشن بيكون بسيط، بيقلل فقط من صناعة البيتا تشين، لكن ممكن الميوتيشن يكون عنيف فيعمل يشطب الجين بالمرة، يعني يخلي الجين ما يصنعش بيتا جلوبين بالمرة. تمام؟ طيب، فحيكون أنا عندي أقسام البيتا تلاسيميا، ممكن تكون بيتا تلاسيميا ماينور. إيش يعني ماينور؟ وفي أنا عندي بيتا تلاسيميا ميجور. في أنا عندي، أو بدي أخلي هذه التقسيمة أفضل يا أخوانا، هذه التقسيمة إيش أفضل؟ في أنا عندي يا أخوانا بيتا تلاسيميا تريت وبيتا تلاسيميا ماينور وبيتا تلاسيميا ميجور. في البيتا تلاسيميا ميجور التو جين ميوتيشن بشكل كبير جدا، بشكل كبير جدا، فأنا شطبت التو جين فبطلت قادر أصنع بيتا تشين، فبطلت قادر أصنع إيش يا إخواننا؟ بيتا تشين. فمش راح تلاقي الهيموغلوبين أضلت اللي هو 2 بيتا و2 بيتا و2 ألفا، تمام؟ لكن ممكن ألاقي الهيموغلوبين A2 اللي هو كان 2 ألفا و2 دلتا، وممكن ألاقي الهيموغلوبين فيتاس، الهيموغلوبين فيتاس اللي هو 2 ألفا و2 جاما، لأنه بتقدر تصنع الجاما تشين وبتقدر تصنع الدلتا تشين. وفي البيتا تلاسيميا ميجور بتكون الأعراض سيفير أنيميا. طيب البيتا تلاسيميا ماينور أو اللي بسميها انترميديت بيكون جين كويس وجين مشطوب على الآخر. لما أحط بيتا زيرو يعني جين مشطوب على الآخر، جين كويس وجين مشطوب على الآخر بسميها بيتا تلاسيميا ماينور، الأعراض بتكون مودريت. الآن هنا هذا الجين الكويس بقدر أصنع منه البيتا تشين، فبقدر ألاقي الهيموغلوبين أضلت لكن بيكون أقل من الشخص الطبيعي، بيكون أقل إيش من الشخص الطبيعي. طيب الآن لكن ممكن يكون التو تشين ميوتيشن، يعني البيتا هنا ميوتيشن وهنا ميوتيشن، لكن هذا ميوتيشن من درجة المايلد وهذا ميوتيشن من درجة المايلد، برضو حيعطيني بيتا تلاسيميا ماينور أو بسميها انترميديت اللي راح تعمل مودريت في السيمتوم. أو ميوتيشن من الماينور ميوتيشن وميوتيشن من السيفير ميوتيشن، فالاثنين ميوتيشن، لكن هذا الميوتيشن يا اخواننا بيقدر يصنع بيتا تلاسي بيتا تشين بس اقل من الشخص النورمال، ما علينا كثير. طيب نيجي على التريت اللي الشخص ما بيجيني بسيمتوم الا بشكل بسيط جدا، انه بتلاقي بيتا تشين كويسه اما والبيتا جين الثاني عليها ميوتيشن من درجه المايلد، مايلد ميوتيشن، فهذه بتقدر تصنع بيتا تشين بشكل نورمال وهذه بتقدر تصنع بيتا تشين بس أقل من النورمال بشوية، فبتكون الأعراض مايلد، بتكون الأعراض يا إخواننا إيش مايلد. تمام تمام إذن the mildest form من disease إنه تلاقي بيتا كويسة وبيتا عليها المايلد ميوتيشن، بقول لك المريض في الغالب أسيمتوماتيك، لكن ممكن يجيني بمايلد سيمتوم لما بتعرض في ستريس، لما بتعرض في ستريس. تمام، وفي الغالب سلايتلي ديكريز في الهيموغلوبين تبع الأضلت، بس الهيموغلوبين الـ A2 بيزيد بيصير 5%،
في الأصل كان 2.5 النورمال الهيموغلوبين BA2 عبارة عن 2.5 لكن بيصير 5 بيزيد، والهيموغلوبين تبع الفيتس بيصير 2% بيزيد برضه. نيجي على البيتا تلاسيميا ميجور اللي هو بتكون زي كده، هو الموست سيفير فور، وبيكون عند المريض سيفير أنيميا بعد 6 شهور من الولادة. ليش؟ لأنه في أول 6 شهور المريض بيكون عنده الهيموغلوبين تبع الفيتس، طبعا بعد الولادة بصير الهيموغلوبين تبع الفيتس يستبدل بالهيموغلوبين تبع الأضلت. فلما يستبدل بالهيموغلوبين تبع الأضلت، طب هذا ما عندوش هيموغلوبين تبع الأضلت لأنه عنده بيتا تلاسيميا ميجور، فبتظهر الأعراض بعد 6 شهور. فطولة والجني أو طولة البيبي عنده الهيموغلوبين تبع الفيتس، طولة والسيمتوم اتأخرت، طولة والسيمتوم اتأخرت. فعشان كده من ضمن العلاج بعطيله الهيدروكسي يوريا اللي راح يزود من الهيموغلوبين تبع الفيتس، الهيدروكسي يوريا. تمام. الآن في البيتا تلاسيميا ميجور عشان مش راح أصنع بيتا تشين إنما راح أصنع ألفا، فراح 4 ألفا يتجمعوا مع بعض فراح يعملوا 4 ألفا تترمر، راح تضلها تتجمع في داخل الريد بلاد سيل فتعمل دمج للريد بلاد سيل فتعمل إكسترا فاسكولار هيمولايسز. إنه هدول الأربعة من التترمر تبعت الألفا تشين لما تتجمع في الريد بلاد سيل، لما بتروح على السبلين بيشوفها از ابنورمال ريد بلاد سيل فبيعمل لها ايش؟ هيمولايسز. نتيجة الهيمولايسز لكتير البون مارو بيضطر يصنع ريد بلاد سيل كتير، فالبون مارو بيكبر في الحجم. ليش؟ لأنه لما الشخص بيكون عنده أنيميا الرينال بتصير تفرز هيماتوبويتين، الهيماتوبويتين بروح على البون مارو بيخليه يصنع ريد بلاد سيل بكميات كبيرة، بس الهيماتوبويتين برضو بيزود من عدد وخلايا والبروليفيريشن تبعت البون مارو، الهيماتوبويتين بيزود من الاكسبانشن والبروليفيريشن تبع البون مارو، وهذا بشوفه بشكل واضح في السكال، بشوف عندهم السكال الكبيرة زي الكروكات، شايفين كيف؟ زي الشعر، انه السكال بتصير زي الشعر كروكات كروكات. تمام. نتيجة الاكسبانشن، وبيكون يا اخوانا الفيشيال بون كبير خاصة تبعت التشين، شايفين هنا كيف الفيش؟ ليش؟ لانه بيصنع ريد بلاد سيل كتير بالهيماتوبويسز فبيصير اكسبانشن للبون خاصة في تبعت التشين. وبرضو الاكسترا ميدلر هيماتوبيسيز برضو بيكبروا زي الليفر والسبلين، الليفر لانه الليفر برضو بيصنع يا اخوانا ريد بلاد سيل، وهدول الاشخاص بيكونوا عرضة للبارفو فيروس فممكن يصير عندهم ابلاستيك كرايسيز، عرضة للبارفو فيروس B19، هذا فيروس بروح على البون مارو بيدمر البون مارو يصنع اي خلية دم سواء ريد بلاد سيل سواء وايت بلاد سيل سواء اي خلية، فبيعمل بان سايتوبينيا او ابلاستيك كرايسيس. هقيت هدول الاشخاص ايش الحل؟ دايما وحدات دم، دايما وحدات دم، فعشان دايما بتنقل لهم وحدات دم، فانت لما تنقل لهم وحدات دم بصير برضو هيمولايسيس يا اخواننا، فعشان بيصير هيمولايسيس فالايرون بيضلوا يتراكم فبيعمل لي هيموكروماتوسيس سكندري هيمو كروماتوسيس. طبعا يا اخواننا التارجت سيل، شايفين كيف التارجت سيل؟ انه في النص في انا عندي اشي غامق، هذا في الوضع الطبيعي الاصل ما يكونش موجود، في الوضع الطبيعي الريد بلاد سيل بتكون زي هيك انه النص بيكون فاتح، السنترال تبع الريد بلاد سيل بيكون فاتح، لكن عند هدول الاشخاص بيكون في انا عندي غامق اشي في النص فبسميها التارجت سيل، بتكون في كل
مايكروسيتيك أنيميا، لكن أشهر إشي بتكون فيه مريض الثلاسيميا، أشهر إشي. طبعا ممكن برضو بالدياغنوسيس بالإلكتروفوريسيس. طبعا الديفينيتيف تريتمنت بون مارو ترانسبلانتيشن. الآن في مريض الثلاسيميا بيقولوا كل إشي بلاقيها نورمال، يعني الفيريتين نورمال والترانسفيرين نورمال والآيرون نورمال تمام. هيو في مريض الثلاسيميا بلاقي مايكروسيتيك أنيميا تمام، لكن الآيرون نورمال، في مرضي الثلاسيميا كل إشي بخص الحديد نورمال، الساتوريشن، التوتال آيرون بايند كاباسيتي، الفيريتين والترانسفيرين والسيرام آيرون، كل إشي بيكون نورمال. تمام. الآن يا أخواننا في الآيرون ديفيشينسي أنيميا، اللهم صلي وسلم وبارك، خلينا بس هذا الجدول حلو. في الآيرون ديفيشينسي أنيميا السيرم آيرون قليل والفيريتين قليل والساتوريشن قليل، فكله قليل ما عدا التوتال آيرون بايندينج كاباسيتي للترانسفيرين بيكون عالي، بيكون إيش عالي. العكس السيدروبلاستيك، السيدروبلاستيك كل إشي كتير، الآيرون كتير والفيريتين كتير والساتوريشن كتير ما عدا التوتال آيرون بايندينج كاباسيتي بيكون قليل. فالسيدروبلاستيك عكس الآيرون، وهي خونة طول علي، لما يكون الحديد قليل إذن الحديد الموجود في الدم قليل والحديد الموجود في المخازن قليل والحديد اللي موجود في السياران لترانسفيرين، لترانسفيرين هو اللي بينقل الحديد. طب ما هو الحديد قليل، فالحديد اللي موجود في الترانسفيرين يعني الساتوريشن تبع الحديد في الترانسفيرين برضو قليل، لكن التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي بتكون عالي وين؟ في الايرون ديفيشينسي. ليش؟ لانه في اماكن فاضيه كتير، هذه الاماكن الفاضيه بتقدر تحمل ايرون بشكل كبير لانها فاضيه، لانها ايش باختصار شديد، لقيت يا اخواننا لما تكون سياره مليانه فالساتوريشن كتير يعني كلها معبيه ركاب، لكن هل بتقدر تحمل ركاب كتار؟ يعني هي مليانه فبقدر اجيب عليها كمان ركاب؟ لا. فالكاباسيتي قدرتها تحمل كمان ركاب حتكون قليلة لأنها معبية، لكن لما تكون السيارة فاضية فالساتوريشن قليل، لكن إنه قدرتها تحمل كمان ركاب بيكون كتير لأنها فاضية. نفس القضية في السيدروبلاستيك، في السيدروبلاستيك الحديد كتير، فالحديد في البلاستيك كتير والفيريتين كتير والساتوريشن كتير، لكن الكاباسيتي قليل. الأنيميا of chronic disease، الأنيميا of chronic disease، هذا الشخص بيرتفع عنده الهيبسيدين، فالهيبسيدين بيمنع الأبزوربشن تبع الآيرون، فالآيرون في البلاد قليل والساتوريشن تبع الآيرون قليل لأنه بيمنع امتصاص الآيرون، لكن الايرون اللي موجود في المخازن بخليه موجود في المخازن، بيمنع خروج الايرون من المخازن، بيمنع. فالفيريتين حيكون عالي. طيب الكاباسيتي التوتال ايرون بايند كاباسيتي حتكون قليله لانه الابزوربشن قليل، فكيف انا بدي اعمل ترانسبورت للحديد بما انه الابزوربشن قليل؟ تمام. طيب
الموست اكوريت تيست لمريض الثلاسيميا تعمل الكتروفوريسز. بالالكتروفوريسز بتقدر تشوف الهيموجلوبين A اقل من النورمال، والهيموجلوبين A2 اكتر من النورمال، والهيموجلوبين فيتاس اكتر من النورمال. بتقدر تشوف هذول الشغلات في مريض الثلاسيميا، وبتقدر تشوف الالفا تترامر في مريض الثلاسيميا، وبتقدر تشوف الهيموجلوبين H اللي هو البيتا تترامر. تمام. بس في الالفا ثلاسيميا الموست اكوريت الجينيتك ستادي، بس انا ما بلتجئ للجينيتك ستادي حقيقه. بلاقي في الالكتروفوريسز الهيموجلوبين اتش والامور وخلصنا. تمام. طبعا يا اخواننا في ال في مريض الثلاسيميا عشان بيصير انا عندي ديستركشن للريد بلاد سيل بشكل كبير، فالبون مارو بيحاول يصنع ريد بلاد سيل بشكل كبير، فبيصير عنده الريتيكولوسايت مرتفع في البلاد. تمام. طيب الان ما يميز الايرون ديفيشينسي ارتفاع الار دي دبليو ريد بلاد سيل ديستريبيوشن ويدث. ايش يعني ريد بلاد سيل ديستريبيوشن ويدث؟ الاختلاف في حجم الريد بلاد سيل. يعني بتلاقي ريد بلاد سيل كبير كتير، ريد بلاد سيل اكبر منها، ريد بلاد سيل اصغر، ريد بلاد سيل اصغر، وهكذا. طب ليش؟ لانه يا اخواننا هذا الشخص في الاول الحديد بيكون كويس فبيقدر يصنع ريد بلاد سيل كويسه، بعد كده الحديد بقل شويه فالريد بلاد سيل حتكون اصغر شويه، بعد كده الحديد بقل اكتر فالريد بلاد سيل بتقل اكتر، بعد كده بقل اكتر، بعد كده نفس القضيه في المينستوال بيريود. ما هو اشهر سبب للايرون ديفيشنسي انيميا عند الفيميل المينسترويشن. المريضه هذه عندها مينسترويشن، خسرت حديد في اول يوم كتير، فالريد بلاد سيل ايش راح تصغر الحجم. ثاني يوم خسرت كمان حديد راح تصغر اكتر في الحجم. ثالث يوم خسر، بعد البيريود بتبدا تاكل لحمه فبرجع الحديد بيرتفع في البلاد، فبرجع الحجم تبعت الريد بلاد سيل بترتفع، وهكذا. تمام. لكن في الايرون ديفيشينسي الموست اكوريت تيست تاخذ بون مايوبسي وتعمل لها ستين فبتلاقي البروسين بلو، بتلاقي اخواننا الحديد موجود، الحديد بتلاقيه موجود بالستين، لكن نادر عبال ما التجئ لها. ليش؟ بفحص الحديد في البلد وبشوف، فنادر عبال ما التجئ لها. طيب اللي عنده السيدروبلاستيك انيميا افضل إشي تعالج السبب. طبعا ممكن تكون جينيتك فمش راح تقدر تعالج السبب، او ممكن يا اخواننا تكون اكوايرد زي واحد عنده فيتامين بي 6 ديفيشينسي. تمام. مثلا نتيجه الالكحوليزم، اعطي له بنهايه المطاف فيتامين بي 6. طيب تمام يا اخواننا، مريض الثلاسيميا الماينور والتريت بتعالجوش، والانترميديت ممكن ما يتعالجوا، لكن الميجور بسموهم يا اخواننا كولي انيميا. حقيقة كولي والله ما نعرف ايش معناتها، كولي يمكن العالم اسم العالم. المهم كولي انيميا هجيت هدول عشان بعطيهم كرونيك ترانسفيوجن طولة الحياة، فبيصير عندهم ايرون اوفرلود. الايرون اوفرلود بدي اشيله بالجسم عن طريق كيليتنج، ممكن عن طريق اورال كيليتنج او اي في كيليتنج او بارينترال كيليتنج. الاورال كيليتنج زي الديفي ريبرون، ديفي ريبرون، ديفي ريبرون والديفي رازيروكس، هدول اورال. اما
هذا البارينترال ديفي روكزامين، ديفي روكزامين انا عارفين هذا ديفي 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 روكزامين بارينترال، واحفظ الثاني واحفظ الثاني اورال وخلص، يعني احفظ ديفي وخلص. طبعا هذول برضو بستخدمهم يا اخواننا في الـ في الهيموكروماتوسيس، الديفي رازيبروكس رازيب سيروكس والديفي ريبرون. تمام يا اخواننا اللي عنده ايرون ديفيشنسي انيميا في كبار السن لازم تعمل كولونوسكوب، لانه ممكن يكون كولون كانسر. واللي عنده اوكولت بلاد ستول، اوكولت بلاد ستول حتى لو ما عنده ايرون ديفيشينسي انيميا برضو لازم تعمل كولونوسكوب. اذا ما هو يا اخوانا ممكن الواحد يكون عنده كولون كانسر وبالتالي بليدنج في الستول لكن ما صار لدرجه الايرون ديفيشينسي انيميا، او ممكن واحد يكون عنده ايرون ديفيشينسي انيميا نتيجه البلد في الستول، دائما بيخسر بلد في الستول، دائما بيخسر بلد في الستول فصار عنده ايرون ديفيشينسي انيميا. فانت فحصت الستول ما لقيتش بلد في الستول، ما لقيتش اوكولت بلد ستول، يعني حتى لو طلع نيجاتيف برضو بدك تعمل كولونوسكوب، لانه ممكن في العين انت اخذتها، في العينه اللي انت اخذتها ما كانش عامل بليدنج. ما هو يا اخوانا بالنهايه الستول كبير، الستول كبير، فممكن في العينه اللي انت اخذتها ما كانش فيه بليدنج. تمام، فالنيجاتيف للاوكولت بلاد ستول لا ينفي الكولون كانسر ولا ينفي البليدنج، ولا ينفي البليدنج، خاصه لو المريض عنده ايون ديفيشنس انيميا لازم تعمل له كولونوسكوب. لانه في كبار السن بيصير عندهم جي اي بلاد لوس اما عن طريق الكانسر او الانجيوديسبليجيا او البوليب. اذا انجيوديسبليجيا او الكانسر او البوليب. تمام، طيب الاشخاص اللي بيعني اللي بيكون عندهم ايرون ديفيشينسي انيميا بيكون عندهم يا اخوانا حاجه بنسميها البايكا. ايش يعني البايكا؟ البايكا يعني بيشتهوا او بيحبوا الشغلات اللي ما بتتكلش، الغبار، بيحبوا يلحسوا الغبار، ياكلوا الغبار، ياكلوا الطين. تمام، ياكلوا الطين، هذول بشوفهم في الايرون ديفيشينسي انيميا لانه بيصير عندهم بيهيفيور ابنورماليتي. وبرضه بيصير عنده الباغوفيجيا، الباغوفيجيا بيحبوا ياكلوا الايس. اللي عندهم ايرون ديفيشينسي انيميا بيحبوا ايش يا اخواننا؟ ياكلوا الايس. فبرضه يا اخوانا بيكون عندهم سايكاتريك مانيفيستيشن، سايكاتريك مانيفيستيشن انه بتلاقيه بحب يلحس الجزاز، الزجاج، ياكل الزجاج، ياكل الهير. انت متخيل الهير؟ اذا البايكا بياكل شغلات في الوضع الطبيعي الشخص ما بياكلهاش. يعني اول ما الواحد تلاقي عنده بايكا، البايكا بشوفها في الايرون ديفيشينسي انيميا، اول ما الواحد تلاقي عنده بايكا حتى لو ما عندهش انيميا لازم دغري تعطيله ايرون، حتى لو ما عندهش انيميا لازم دغري تعطيله ايرون، لازم دغري يا اخواننا المحترمين تعطيله ايش؟ ايرون. لانه ممكن البايكا تظهر قبل الايرون. البايكا الواحد بياكل شغلات ما بتتاكلش زي الهير، زي الديرت، زي الكلاي، زي البيبر، الورق، الطين، الغبار، الشعر، الزجاج، يلحس وياكله. اما الباغوفيجيا بياكل الثلج، الثلج. تمام، طيب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نيجي على الماكروسيتيك انيميا.
الماكروسيتك انيميا بتصير نتيجه فيتامين بي 12 ديفيشينسي والفوليت ديفيشينسي والالكحول ابيوزر والليفر ديسيز. اول شغله بدك تعمل يا اخوانا ايش؟ بلاد سمير، بريفرال بلاد سمير. الفوليت هو عباره عن فيتامين بي 9. في انا عندي ماكروسيتك وفي انا عندي ميجالوبلاستيك. الميجالوبلاستيك بتكون الريد بلاد سيل كبيره والنيوتروفيل هايبر بيجمنتيتد. النيوتروفيل هايبر بيجمنتيتد يعني بتكون اكثر من 4 لوبيول، يعني 5 فاكثر، 5 بسميها هايبر سيجمنتيتد النيوتروفيل. اما في الماكروسيتك بتكون فقط الريد بلاد سيل كبيره لكن ما في انا عندي هايبر بيجمنتيتد في النيوتروفيل. الميجالوبلاستيك بشوفها يا اخواننا في اللي عندهم ديفيشينسي في الفيتامين بي 12 والفوليت، او الشغلات اللي بتقلل الفيتامين بي 12 والفوليت. زي ايش؟ زي البرنيشيوس انيميا. طبعا نيجي على الديفيشينسي في فيتامين بي 12، اشهر سبب البرنيشيوس انيميا. في البرنيشيوس انيميا بتكون اوتو انتيبادي ضد البارايتال سيل وضد الانترنسيك فاكتور. الانترنسيك فاكتور هو اللي بيمسك، هو اللي بيمسك في الفيتامين بي 12 عشان يودي له على الإيليوم عشان يصير له ابزوربشن في التيرمينال إيليوم. برضو يا اخواننا البنكرياتيك انسفيشنسي، مهم جدا جدا انزيمات البنكرياس لعمليه الابزوربشن للفيتامين بي 12. الدايتري ديفيشينسي، نادر جدا يكون انا عندي فيتامين بي 12 نتيجه ديكريز في الاكل، لانه يا اخواننا طبعا الفيتامين بي 12 وين بيكون موجود؟ في اللحمه، بيكون موجود في اللحمه. والفيتامين بي 12 بيقدر يتخزن في الجسم لاربع وخمس سنوات. يعني لو الواحد بطل ياكل لحمه عشان تظهر عليه الاعراض بده اقل شيء 3 سنوات، 3-4 سنوات، لانه مخزون الفيتامين بي 12 في الجسم بكفي 3-4 و5 سنوات، وخمس سنوات تمام. الفيتامين بي 12 نتيجه الديفيشينسي في الاكل بشوفهم يا اخوانا في الاشخاص اللي ريستريكت فيجيتيريان، اللي فقط بياكلوا خضروات ما بياكلوش بالمره لحمه. بشوف الفيتامين بي 12 ديفيشينسي في المال ابزوربشن زي الكرون زي السيلياك زي التروبيكال سبرو، او الراديشن لو خرب التيرمينال ايليوم، او انت بجراحه دخلت وشلت التيرمينال ايليوم. طيب بشوف برضه الديفيشنسي في الفيتامين بي 12 في البلايند لوب سيندروم. يعني يا اخواننا لو واحد شال جزء من الاستومك، طبعا يا اخواننا انتم عارفين الفيتامين بي 12 في الاصل بيكون موجود وين؟ بيكون موجود في اللحوم، فبيروح على الاستومك، الاستومك بتفرز البيبسين. البيبسين هو اللي بيعمل ريليز للفيتامين بي 12 من البروتينات من اللحوم، فبيجي الانترنسيك فاكتور بيرتبط بفيتامين بي 12. فلو انا عندي خلل في البيبسين فمش راح اقدر اعمل ليبريشن للفيتامين بي 12، وبالتالي الانترنسيك فاكتور مش راح يمسك في فيتامين بي 12، وبالتالي مش راح يصير ابزوربشن في فيتامين بي 12. هذا بشوفه يا اخواننا في اللي بياخذوا انتسد بكميات لمده كبيره، لمده طويله، الانتسد البروتون بامب انهيبيتور. ليش؟ لانه الاستومك بتفرز البيبسينوجين، والاتش سي ال بيعمل اكتيفيشن للبيبسينوجين بيحوله الى اكتيف فورم بيبسين. طيب الديفيشينسي في الفوليت، الفوليك اسيد او الفيتامين بي 9 بشوفه في الخضروات زي السبانخ زي الورقيات زي الملوخيه، الخضار الخضروات الاشياء الخضراء تمام. بس مشكله الفيتامين بي 9 انه يا اخواننا هيت سنسيتيف، يعني لو انت زودت الحراره ف
فخليت الاشي يغلي اذا بتعمل ديستراكشن للفيتامين بي 9 او للفوليت. تمام. طيب لكن الفيتامين بي 12 بشوفه وين؟ عند الاشخاص اللي بياكلوا على التوست خبز. طيب المهم، طيب الفيتامين بي 12 بشوفهم عند الاشخاص اللي بيشربوا حليب جوت، حليب غنم، لانه حليب الغنم ما فيه فوليت، ما فيه فوليت، فيه فقط فيتامين بي 12 وايرون، ما فيه فوليت. بشوفهم عند الاشخاص اللي دائما بيصير عندهم تيرن اوفر، زي في السورياسيس. في السورياسيس دائما الواحد بيخسر السكن، فدائما بيصير انا عندي تعويض، فالتعويض هذا بيحتاج الى فيتامين بي 12 او بعض الادويه زي الميثوتريكسيت وزي الصلفة وزي الفينوتوين، بتعمل انهيبيشن للفيتامين بي 12 للفيتامين بي للفوليت. انا بتكلم عن الفوليت ديفيشينسي، انا بتكلم على الفوليت ديفيشينسي. تمام. برضو بلاقي الفوليت يا اخوانا، طلعوا علي الفوليت ديفيشينسي، مخزون الانسان من الفوليت 4 لـ 5 شهور. فلما يكون الاستهلاك كبير على الفوليت دغري بيصير ديفيشينسي، على عكس الفيتامين بي 12. الفيتامين بي 12 المخزون 3-4-5 سنوات، على عكس الفوليت، الفوليت 4-5 شهور. فممكن الحوامل والأطفال يصير عندهم فيتامين بي 9 أو الفوليت ديفيشينسي، لأنه بيستهلكوا كتير، أو في التين أوفر زي في الكانسر، أو لما يكون البون مرو أكتيف كتير، أكتيف كتير زي في الكانسر. تمام. فهدولة بيصير عندهم فيتامين بي 9 أو الفوليت ديفيشينسي، فلازم تزودوا بي بالفوليت، لازم تزودوا بي بالفوليت بسرعة. اللي عندهم كرونيك الكحوليزم بيصير عندهم خلل في الفيتامين بي 9 أو الفوليت. فالموست كومون كوز للميجالوبلاستيك أنيميا في الكرونيك الكحوليزم اللي هو الفوليت ديفيشينسي. طلوا علي، الكحول ممكن يعمل ديفيشينسي في فيتامين بي 6 فيعمل سيدروبلاستيك أنيميا، مايكروسيتيك أنيميا، وممكن يعمل ديفيشينسي في فيتامين بي 9 فيعمل ميجالوبلاستيك أنيميا. يا أخوانا الفيتامين بي 12 مهم جدا لعملية المايلينيشن، لعملية المايلين، زي في الكورتيكو سباينال تراك، وزي في الدورسال كولوم اوف سباينال كورد، في الجراسيه، في البروبريوسيبشن والفاين تاتش، في البروبريوسيبشن والفاين تاتش. فلما الواحد بيكون عنده فيتامين بي 12 ديفيشينسي، اذا حيكون عنده نيورولوجيكال مانيفيستيشن، ممكن يكون عنده ابر موتور نيورون ليجن نتيجه خلل في الكورتيكو سباينال، نتيجه انه فيش انا عندي مايلينيشن. ممكن يكون عنده لوس للفاين والبروبريوسيبشن والبروبريوسيبشن، لانه بيكون عنده خلل في الدورسال واللاترال كولوم اوف سباينال كورد او البوستيريور في الفايبريشن وكذا. هذا اللي بسميه سب اكيوت كومبايند دي جينيريشن، سب اكيوت كومبايند دي جينيريشن. فبشوف ممكن توصل الاعراض الى ديمنشيا، ممكن، بس مش كومون انكومون، لكن ممكن توصل الاعراض الى ديمنشيا بس مش كومون. انما الكومون بلاقي بريفيرال نيوروباثي، يعني خلل في الفاين تاتش وخلل في الفايبريشن. تمام. الآن الالكحوليزم ممكن يعمل ميجالوبلاستيك أنيميا وممكن يعمل ماكروسيتيك أنيميا. احنا قلنا ماكروسيتيك أنيميا انه الريد بلاد سيل بتكبر في الحجم، لكن النيوتروفيل ما بيصير الى هايبر سيجمنتيتد. الفيتامين بي 12 ديفيشينسي او الفوليت ديفيشينسي الاثنين
identical على الهيماتولوجيكال مانيفستيشن وعلى البلد سمير. يعني الاثنين نفس البعض، نفس typical في البلد سمير وtypical في الهيماتولوجيكال. الاثنين بيعملوا لي ميغالوبلاستيك انيميا، والاثنين بيعملوا لي ارتفاع في ال LDL وارتفاع في الاندايركت بيليروبين. ما علينا، بس بدك تعرف شغله، هلقيتي هذه الريد بلاد سيل يا اخواننا كبيره، هذه الريد بلاد سيل ايش كبيره، فلما بدها تيجي تطلع من البون مارو بتتكسر. لما تيجي فبسميها ineffective erythropoiesis. فريد بلاد سيل كبيرة لما بدها تيجي تطلع من البون مارو بتتكسر، فبصير انا عندي ديكريز في الريتيكولو كاونت. طبعا طيب تعبت، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تمام، طيب الان يا اخوانا طلع علي، في انا عندي الهوموسيستين وعن طريق انزيم بدي احوله الى ساكسينيل او ساكسينيل كو اي، وفي انا عندي الميثيل مانونيل كو اي، وعن طريق انزيم بدي احوله الى ميثيونين بدي احوله الى ايش ميثيونين. في الاول هنا بحتاج الى فيتامين بي 12 وبحتاج الى الفوليت، في الثاني هنا بحتاج الى فقط الى فيتامين بي 12. فلما يكون انا عندي ديفيشينسي في فيتامين بي 12 راح يزيد الهوموسيستين في البلد وراح يزيد الميثيل مالونيل في البلد. لكن لما يكون انا عندي ديفيشينسي في الفوليت اللي راح يزيد فقط الهوموسيستين، اللي راح يزيد في البلد فقط الهوموسيستين. تمام، طيب الميثيل مالونين في الفيتامين بي 12 لما يصير له ديفيشينسي الميثيل مالونين بيرتفع في البلد، فبيصير له ديبوزيشن في السباينال كورد والمايلين شيت، فبرضه يا اخوانا بيعمل دمج للمايلين شيت. الان الفيتامين بي 12 هو نفسه ملوش دخل في صناعة الريد بلاد سيل. طلع علي هلقيت الفوليت هو له دخل في صناعة الدي ان اي، وبالتالي هو له دخل في صناعة الريد بلاد سيل وخلايا الدم كلها. خلايا الدم ايش كلها، مش بس الريد بلاد سيل، خلايا الدم كلها. هذا الفوليت. هلقيتي الريد بلاد سيل لما تتصنع بتكون كبيرة، فراح تنقسم، عشان تنقسم إلى خليتين. طلوا علي، هلقيت طلوا علي، الريد بلاد سيل بتكون كبيرة عشان من النص تنقسم إلى خليتين تو ريد بلاد سيل الصغار. مين اللي بيقسمها؟ الفوليت. فلما يكون أنا عندي الفوليت ديفيشينسي، إذا خلية الريد بلاد سيل حتضلها كبيرة، إذا مش راح تنقسم، فبنسميها ماكروسيتيك انيميا، ميغالوبلاستيك انيميا. نفس القضيه في الهايبر بيجمنتيشن للنيوتروفين. اللي بدي اقوله برضو الفوليت بدخل في صناعه الدي ان اي تبعت خلايا الدم كلها، فلما يكون فوليت ديفيشينسي اذا عدد خلايا الدم راح تكون قليله، عدد صناعه خلايا الدم راح يكون قليل، لانه الدي ان اي راح يكون ايش قليل. الآن برضو يا أخوانا طلوا علي،
هلقيتي وين انت بتصنع دي ان اي كتير؟ فالاماكن اللي بتصنع فيها دي ان اي كتير راح يكون فيها خلل، زي الميوكوزا تبعت الجي اي، زي السكين. في الميوكوزا تبعت الجي اي كل 5 ايام يا اخوانا بصير انا عندي تيرن اوفر للميوكوزا تبعت الجي اي. فدايما بدك دي ان اي، دايما بدك دي ان اي. عارفين يا اخوانا في خلايا الكانسر في من ضمن العلاجات ايش؟ من ضمن العلاجات تعمل بلوك للفوليت. خلايا الكانسر من ضمن العلاجات تعمل بلوك للفوليت عشان تحرم خلايا الكانسر من الفوليت. فانت كده بتصغر حجم خلايا الكانسر، لانه اي خلايا بدها تزيد في الحجم بشكل كبير بدها فوليت، تمام؟ فاي خلايا بدها تعمل تين اوفر بشكل كبير زي السكن. عشان كده في مريض السورياسيس بصير انا عندي تين اوفر بشكل كبير، فبصير انا عندي دي ان اي، صناعه دي ان اي بشكل كبير، فبحتاج الى الفوليت بشكل كبير، فبصير فوليت ديفيشينسي. وفي مريض الكانسر بصير انا عندي تين اوفر للخلايا بشكل كبير، خاصه الكانسرات تبعت البلاد، فبصير برضه فوليت ديفيشينسي، تمام؟ الان طب هلقيتي ايش وظيفه الفيتامين بي 12؟ هلقيت الفوليت بيكون موجود في المخازن، هاي المخزن تبع الفوليت، وجوا هنا موجود انا عندي ايش؟ الفوليت. اللي راح هلقيت الفوليت طولته هو موجود في المخازن مش راح مش راح يعمل الفانكشن تبعته، فبيجي الفيتامين بي 12 وبيطلع الفوليت من المخازن، بيطلع الفوليت من المخازن عشان يسوي الفانكشن تبعته. فلما يكون الفيتامين بي 12 قليل فالفوليت بيضل موجود في المخازن. فانت لو اعطيت للمريض فوليت، لما انت تعطي للمريض فوليت، الفوليت بروح على البلد قبل ما يروح على المخازن، بروح على البون مارو قبل ما يروح على المخازن. فانت لو اعطيت للمريض فوليت، الفوليت راح يروح على البون مارو ويصنع ريد بلاد سيل، فراح يتحسن الانيميا. يعني ممكن انا اعطي للمريض فوليت لو واحد عنده فيتامين بي 12، لو واحد عنده فيتامين بي 12 ديفيشينسي وانت اعطيت له الفوليت، كانت وظيفة الفيتامين بي 12 ايش؟ تطلع الفوليت من المخازن، تطلع الفوليت من المخازن. فانت لما بدك تعطي له فوليت خلص انت مش محتاج تطلع الفوليت من المخازن، فمش محتاج الفيتامين بي 12، فبيصير انا عندي ايش؟ بتحسن الانيميا. لكن طلوا علي وهذه معلومة خطيرة، هلقيت مين اللي كان يزود الابزوربشن تبعت الفيتامين بي 12؟ الانيميا نفسها، الانيميا بتزود الابزوربشن تبع الفيتامين بي 12. فلما انت تحسن الانيميا بالفوليت، اذا راح تقلل الابزوربشن تبع الفيتامين بي 12، فراح تقلل الفيتامين بي 12 اكثر واكثر، فراح تزيد سوء لنيورولوجيكال مانيفستيشن، راح تزيد سوء لنيورولوجيكال مانيفستيشن. فلو واحد عنده ميغالوبلاستيك انيميا، قبل ما تعطي له فوليت اعرف اذا هي الخلل من الفوليت ولا من الفيتامين بي 12، لانه لو الخلل من الفيتامين بي 12 واعطيت له فوليت الانيميا راح تتحسن، لكن لنيورولوجيكال مانيفستيشن راح تزيد سوء، تمام؟ طيب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طبعا لما بيكون انا عندي خلل في الفيتامين بي 12 او خلل في الفوليت، اكيد عدد الريد بلاد سيل اللي راح تتصنع قليل، فراح يكون انا عندي لو ريتيكولوسايت، تمام؟ طبعا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. زمان كانوا عشان يفحصوا الفيتامين بي 12 ديفيشينسي كانوا إخوانا يعملوا تشيلينج تيست، تشيلينج تيست، بس حاليا بطل يستخدم. فليش نشرحه؟ مش راح نشرحه التشيلينج تيست يا إخوانا، مش راح نشرحه، تمام؟ لأنه بطل يستخدم، لأنه بقدر أفحص نسبة الفيتامين بي 12 في البلد، وبقدر افحص الميثيل مالونيك
أسد في البلد، وبقدر أفحص الهيموسيستين في البلد، وبقدر أشوف الهايبر سيجمنتيتد نيوتروفيل، وبقدر أشوف الميجالوبلاستيك أنيميا. طبعا الفوليت والفيتامين بي 12 مهمين لصناعة كل خلايا الدم، وبالتالي لما يكونوا ديفيشينسي راح يكون أنا عندي بان سايتوبينيا. النيورولوجيكال ابنورماليتي اذا كانت ماينور بتتحسن بعد ما انت تعطي فوليت دغري، بتتحسن بعد ما انت تعطي ايش فوليت دغري بتتحسن. بما انه يا اخواننا انا عندي نقصان في الفيتامين بي 12 بدي اعطي فيتامين بي 12. طب ايش اسمه الفيتامين؟ كوبالامين. اسمه يا اخواننا الكوبالامين. الفيتامين بي 12 اسمه الكوبالامين، تمام؟ والكوبالامين بيمنع البروجريشن وبيمنع مصايب لنيورو فاسكولار لنيورولوجيكال ديسيز. لكن لما تكون النيورولوجيكال ديسيز في الادفانس ستيج بتكون irreversible حقيقة. لما تكون neurological disease في الادفانس ستيج ممكن تكون يا اخوانا irreversible. فلما انت تعطي الكوبالامين بتحسن بس ما بيرجع للنورمال 100%. لكن لما تكون neurological manifestation مش في الادفانس ستيج او لما تكون mild بتحسن المريض لما انت تعطي هذا بشكل 100%. تعبت. هنا يا اخوانا بقول لك اللي بياكلوا على التوست وبيشربوا شاي، اللي بيشرب شاي وبياكل على التوست بيكون عندهم فوليت ديفيشينسي، لانه الفوليت هيت سنسيتيف. فلما انت تحط الساندويتش على التوست، يعني واحد عمل ساندويتش فلافل في خضروات جرجير بقدونس خيار، في خضروات، هذه الخضروات فيها الفوليت. بس لما انت تحط الرغيف او الساندويتش على التوست هو هيت سنسيتيف، فممكن يعمل ديستركشن للفوليت. او لما انت تشرب شاي ورا هذا الرغيف برضو بيعمل ديستركشن للفوليت وبيقلل الابزوربشن. ما انتوا عارفين يا اخواننا الشاي بيقلل الابزوربشن، تمام؟ الآن أدوية الإبيليبتي، أدوية الأنتي إبيليبتي ممكن يا أخوانا تقلل من الأبزوربشن تبع الفوليت، فممكن برضو تعمل لي ميجالوبلاستيك أنيميا، بس بتحسن المريض لما يعمل ستوب لهذه الأدوية زي الفينوتوين والفينوباربيتال والبرايميدون. هدول الأدوية خاصة الفينوتوين والفينوباربيتال. طبعا يا اخواننا زي ما انتم عارفين يا اخواننا الكوترايموكزازول السليبرين الكوترايموكزازول يحتوي على الترايميثوبريم، والترايميثوبريم اصلا هو صلفا ادراج. فالترايميثوبريم بيعمل انهيبيشن للداي هيدروفوليت ريدكتيز. يا اخواننا بدي اقول لكم شغله، الفوليت اللي انت بتاخده بيكون ان اكتيف في الجسم راح يتحول الى اكتيف عن طريق داي هيدروفوليت ريدكتيز انزيم. فانت لما تعمل انهيبيشن لهذا الانزيم الفوليت راح يضل ان اكتيف، وبالتالي بيصير انا عندي ميجالوبلاستيك انيميا وبان سايتوبينيا في اللي بياخده الترايميثوبريم وفي اللي بياخده الميثوتريكسيت. يعطيكم العافيه جميعا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.